إذن تشيع اسماعيلية في طهران وفؤاد شكر في بيروت. حزب الله يتوعد بالرد ويؤكد أن المعركة دخلت مرحلة ما بعد جبهة الإسناد عقب الاغتيال. إسرائيل تكشف عن مقتل قائد كتائب القسام محمد الضيف وتعلن الدخول في الاستنفار العام والاستعداد لأي سيناريو، وواشنطن تطالب بضبط النفس ووقف الأعمال التصعيدية. إذن في الوقت الذي كان يشيع فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل تشييعه ودفنه غدا في الدوحة، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، يعلن الجيش الإسرائيلي عما وصفه بنجاح عملية الاغتيال التي استهدفت منتصف الشهر الماضي القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف في خان يونس. لا تنفي ولا تؤكد حركة حماس ذلك، وتقول إن هذا من اختصاص قادة القسام، بينما يؤكد الأمين العام لحزب الله أن المعركة مفتوحة في كل الجبهات وأنها دخلت مرحلة جديدة تخطط فيها معايير جبهة الإسناد بعدما تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمر. فالاغتيال الذي مارسته إسرائيل بحق هنية يتخطى المس بسيادة إيران إلى المساس بأمنها القومي، مشيرا إلى أن طهران لن تسكت عن ذلك بحسب نصر الله. وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن جالانت وقادة الأجهزة الأمنية يعتقدون أنه يجب استغلال الاغتيالات الأخيرة لإبرام صفقة، بينما يعتقد نتنياهو أنه يجب المضي بالضغط العسكري. أمام هذا تسرب نيويورك تايمز أن اغتيال هنية تم بقنبلة ثبتت في غرفته بطهران قبل نحو شهرين وليس بصاروخ. موقع أكسيوس ينقل عن مصادر أن إسرائيل عرفت مسبقا مكان إقامة هنية في طهران ووضعت فيه قنبلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليقوم عملاء للموساد كانوا على الأراضي الإيرانية بتفجيرها عن بعد. يتزامن هذا مع تصريحات سياسية وأمنية أمريكية تدعو إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية والتصعيدية، بينما تقول إسرائيل إنها دخلت مرحلة الاستنفار العالي استعدادا لأي سيناريو. نسأل في هذه المساحة الحوارية عن واقع سياسة الاغتيال في إسرائيل بين الأهداف التكتيكية والاستراتيجية، ونناقش تأثير عمليات الاغتيال على توسع آفاق الاشتباك أو التوجه نحو اتفاق، كما نحلل الموقف الأمريكي الداعم والمساند لإسرائيل والداعي لخفض التصعيد في ذات الوقت. ينضم إلي في هذه المساحة الحوارية من حيفا جاكي خوري الخبير بالشأن الإسرائيلي، ومن عمان معين الطاهر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأيضا من واشنطن دوغ باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ معك بداية سيد جاكي خوري الخبير بالشأن الإسرائيلي من حيفا. يعني بعد هذه الاغتيالات الأخيرة، سياسة الاغتيالات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر لم تتوقف في الميدان عسكريا، فعمدت إلى اغتيالات كثيرة لقيادات ميدانية داخل القطاع، ولكن أن تصل طريقة الاغتيال هذه إلى اغتيال قيادات سياسية وفي إعادة لنهج إسرائيل في هذا المسار في دولة إقليمية، ماذا يعني ذلك؟ أولا تحياتي لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. يعني أعتقد أن التوقيت ولربما موقع الاستهداف هو الذي يمكن أن يناقش بالنسبة ل يعني القرار الإسرائيلي، ولكن ليس الهدف، بمعنى أن قادة إسرائيل بدءا من بنيامين نتنياهو مرورا بوزير الأمن جالانت، كذلك قائد الأركان وكل من تحدث من قادة الأجهزة الأمنية حتى على مستوى تغذية الرأي العام في إسرائيل، كان من الواضح أن كل ناشط وكل قيادي في حماس إذا كان في المستوى السياسي وإذا كان في المستوى العسكري
هو هدف بالنسبة للأجهزة الأمنية الإيطالية، وبالتالي أن اغتيال هنية تم، لا أعتقد أن بهذا مفاجأة، ولكن قد يكون مفاجئ بعض الشيء اختيار الموقع كما ذكرنا، لأنه في السابق كان حديث عن إمكانية الاستهداف حتى في قطر، هنالك من تحدث عن إمكانية استهداف القيادات السياسية إذا تواجدوا في بيروت أو إذا تواجدوا في تركيا أو في أي مكان آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الحسابات السياسية والأمنية والأمن القومي والدوافع أيضا المتعلقة بحلفاء هذه الدولة أو تلك في كل ما يرتبط بعملية الاغتيال. فصلاح العروري اغتيل في الضاحية الجنوبية في بيروت كما نذكر جميعا، والآن جاء الهدف بالنسبة لإسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية طهران، وبشكل مباشر حتى في مبنى كما فهمنا، وليس بفندق وإنما في مبنى خاص بالأجهزة الأمنية أو حرس الثورة، لا نعرف بالضبط يعني لمن تخضع الحراسة هناك والمسؤولية الأمنية، ولكن واضح عندما نتحدث عن دولة بحجم إيران وعلى الأقل بقوتها العسكرية والاستخباراتية، فبالنسبة لإسرائيل نتحدث هنا عن ضربة مزدوجة، أولا إيصال رسالة لقادة حركة حماس على كل المستويات، إذا كان طبعا العسكري وإذا كان السياسي، بما في ذلك قيادة الخارج أنهم في بنك أهدافها عاجلا أم آجلا، وأن أيضا أي تواجد في أي مكان بالنسبة لهم هو هدف. أنا أذكرك وأذكر المشاهدين، حتى لو لم تعلن إسرائيل ذلك، ولكن كانت عدة بيانات في السابق مثلا عن استهداف قيادات ميدانية وقيادات عسكرية من الصف الثاني والثالث في دبي، في إندونيسيا، في أماكن أخرى، عندما تحدثوا في حينه عن اغتيال الأدمغة، وأيضا نتحدث أيضا عن اغتيال المهندس أزواري في تونس. بمعنى لا نتحدث هنا عن أمر جديد في التوجه السياسي، ولكن واضح أن بعد 7 أكتوبر الاعتبارات بالنسبة للأجهزة الأمنية الإيطالية وللقرار السياسي، حتى أقول على مستوى الدول، واضح أن هذا الأمر إذا تم بإعاز أو بتنسيق أو بضوء أخضر تحديدا من الإدارة الأمريكية، وبالتالي كما ذكرت الموضوع ليس الشخص وإنما الموعد وأيضا المكان الذي تمت فيه عملية الاستهداف. طيب في هذه الحالة سيد معين الطاهر، ومن ناحية يعني لفهم المقاربة والأهداف الإسرائيلية في عملية الاغتيالات، إذا ما حاولنا فهم تأثير أي اغتيال سواء عسكري أو حتى سياسي على الهيكلية البنيوية لتنظيمات المقاومة وحركة حماس والقسام وغيرها، كيف تؤثر أي عملية اغتيال على بنية التنظيم سواء سياسيا أو حتى عسكريا على الأرض؟ نعم، من ناحية معنوية ومن ناحية واقعية، ليس في كل الحالات تؤثر عمليات الاغتيال على البنية التنظيمية، ولكن علينا أيضا أن نعترف أن لعمليات الاغتيال في كثير من الأحيان تأثيرا كبيرا. على سبيل المثال، عمليات الاغتيال التي قامت بها ضد قيادات من حركة القسام، بعضها يعني تمكنت القسام بسرعة من تعويض القائد الذي يتم اغتياله، ولكن أيضا هنالك بعض القادة لا شك أنهم قد تركوا فراغا كبيرا، مثل صلاح الدين الشحادي، مثل عبد العزيز الرنتيسي، مثل يحيى عياش، مثل الشيخ أحمد ياسين. هؤلاء يعني لم تكن بسهولة يمكن تعويض أمثالهم، أو حتى الشهيد الجعبري قائد القسام الأسبق في قطاع غزة، ما يحتاج تعويضهم إلى فترة زمنية طويلة. حتى في أيام الثورة الفلسطينية الحركة الوطنية المعاصرة لم يكن من السهولة على الإطلاق، ولم يمكن تعويض شخص مثل خليل الوزير على سبيل المثال، أو مثل صلاح خلف، أو مثل هايل عبد الحميد، أو أبو يوسف النجار، أو كمال عدوان. بل لعل غياب هؤلاء القادة أدى إلى يعني تراجعات تنظيمية وسياسية وعسكرية في بنية الحركة. يمكن تعويض القيادات التي يتم اغتيالها إذا كانت من الصف الثاني، إذا كانت من الصف الأول يمكن تعويضها أيضا، ولكنها تحتاج إلى وقت، خصوصا إذا كان لها يعني دور كبير وهام جدا. لذلك لا يمكن القياس منطق الاغتيالات بمنطق واحد. بالنسبة للكيان الصهيوني، الاغتيالات تعني يعني إمكانية المطاردة، إمكانية الإعاقة، إمكانية وضع خطط بديلة
كل هذا أهداف موجودة لدى العدو الصهيوني، وهو بالمناسبة لا يترك على الإطلاق يعني أي هدف يستطيع أن يناله دون أن يناله. دوما وعلى مدى التاريخ كانت هنالك شخصيات وأهداف وقوائم مرشحة للاغتيال، وفي كل مرحلة كانت لها أهداف. في بعض المراحل كان الهدف منها تصفية سفراء منظمة التحرير الفلسطينية في أوروبا لإعاقة نمو المنظمة هناك، في مراحل أخرى كان الاستهداف لقيادات عسكرية أو طيب لقيادات عاملة بالقطاع الغربي. لذلك هذا موضوع يعني طيب كبير ولكن وطويل. على الرغم من ذلك سيد معين، على المدى الاستراتيجي الطويل، اغتيال كل هذه الشخصيات وهذه القيادات على مدى سنوات لم يؤثر على فكرة ومغزى المقاومة، بالعكس ظهرت قيادات جديدة، المقاومة يعني تقوى أكثر وتتحرك بشكل دائم، وبالتالي المقاربة الإسرائيلية، يعني ألا ترى إسرائيل بأن القضية الفلسطينية هي قضية شعب ووطن وليست قيادات، اختزالها باغتيال قيادات؟ نعم، هذا يعني مفهوم آخر للموضوع، وهو مفهوم صحيح تماما. القيادات في النتيجة يمكن تعويضها من الشعب، شعبنا ولاد، ودائما الشهداء يتم تعويضهم، والشهداء يصبحوا نماذج وأيقونات في العمل الثوري وفي العمل الوطني. ولكن بلا شك فإن يعني اغتيال بعض القيادات سيترك تأثير ولو لفترة محدودة، وبعضهم يترك تأثير لفترة أطول. بالمدى البعيد اغتيال قيادة لا يغير من الهدف، لا يغير من فحوى القضية، لا يغير من جوهرها، لا يغير من أجيال أخرى تأتي. ولكن بالتأكيد بقاء هذه القيادات واستمرار عطائها كان يمكن أن يعطي مردودا أفضل. طيب سيد دوغباندو، موقف الولايات المتحدة، هل إدارة بايدن متوافقة مع سياسة نتنياهو والاغتيالات التي يقوم بها، خاصة بأنها جرت في دول إقليمية وكل التبعات والمخاطر والنتائج التي قد تحملها؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة اغتيال قادة أيضا، وقد فعل ذلك ضد طالبان وضد القاعدة ومنظمات أخرى عكفت على الاغتيالات. لذلك إدارة بايدن كانت داعمة لإسرائيل، لذلك أشك في وجود أي معارضة في صفوف الحكومة الأمريكية إزاء هذه السياسة. ربما ثمة بعض القلق إزاء المكان والتوقيت. القيام بعملية اغتيال في طهران أمر مستفز بالفعل، ولكن مع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بالاحتجاج على سياسة إسرائيل، سياسة الاغتيالات خلال السنوات الماضية. لذلك لم يشكل ذلك مشكلة من وجهة نظري الإدارة الأمريكية، بخلاف ربما القلق إزاء تصعيد محتمل من قبل إيران وبعد ذلك من قبل إسرائيل. إذن يعني لا مشكلة في سياسة الاغتيالات، ولكن فكرة التوقيت والمكان جدا مهمة في تحديد مسار الأمور. سيد دوغ، يعني بالنسبة للولايات المتحدة التي لا تريد لهذه الحرب أن تتوسع، مجلس الأمن في الأمس كان بجلسة طارئة، وكانت هناك مخاوف جدية بعد عمليات الاغتيال هذه من انجراف المنطقة إلى الهاوية وكارثة كبيرة، وبالتالي ألا توجد مخاوف وحسابات لواشنطن في هذا السياق؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لديها انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر، وهذه الإدارة بالطبع لا تريد حربا في الشرق الأوسط، والكثير من الأمريكيين سئموا من الحروب في الشرق الأوسط ولا يريدون العودة إليها. لذلك الإدارة تنظر إلى المسألة كالتالي: إسرائيل سوف تستمر ربما بقتل الفلسطينيين في غزة، ينتابها قلق طبعا إزاء احتمال شن إسرائيل هجمات تستهدف حزب الله في لبنان، والإدارة الأمريكية تقر بأنه من الممكن للنزاع
بين أمريكا وإيران أن أصبح ساخنا بعد أن كان باردا، وإذا ما حصلت هذه الأمور مجتمعة في ذات الوقت يمكن أن نرى ربما توسعا لالتزام أمريكا العسكري في الشرق الأوسط، وهذه الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تقوم بذلك ببساطة، بل تريد أن تهدئ الأمور، ويقينا قبل الانتخابات وربما بعدها أيضا. طيب سيد جاكي خوري، يعني أبني على ما ذكره سيد دوك باندو على سياسة الولايات المتحدة، وهو ما ظهر ربما فعلا من خلال التصريحات التي لحقت وتلت هذه الاغتيالات، حاولت التقليل منها بالحديث عن مسار المفاوضات، بأنه يمكن العودة إلى مسار المفاوضات، لا معلومات أو تقديرات حقيقية عن إن كان اغتيال هنية سيؤثر على مسار هذه المفاوضات. لماذا تقلل الولايات المتحدة من هذا التصعيد الإسرائيلي؟ يعني أعتقد أن هنالك محاولة للمناورة في موضوع اغتيال إسماعيل هنية تحديدا، وأقل بالنسبة لفؤاد شكر في لبنان. يعني كما نذكر جميعا ويجب أن ننظر إلى هذه الجزئية أعتقد باهتمام بالغ، نتنياهو ظهر أمس على شاشات التلفزة في بلاغ وصفه بالعاجل، تحدث عن تحمل المسؤولية الكاملة بقراره الشخصي بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية لاغتيال في قلب العاصمة اللبنانية بيروت وفي قلب ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، ليصل إلى الرجل الثاني في الهرم لربما السياسي والعسكري، ولكن لم يتطرق على الإطلاق لعملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وقبل قليل قبل أن أتواجد معكم في هذا البث، الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري في يعني رسالة مقتضبة تحدث عن الوضع القائم الآن بالنسبة للجو في إسرائيل، وعندما سئل بشكل مباشر عن عملية الاغتيال في طهران قال إن إسرائيل لم تنفذ أي عملية في الشرق الأوسط والمنطقة ما عدا الاغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية، بمعنى أن الموقف الرسمي الإسرائيلي لا تعليق على هذه العملية، وهذا لكي يترك نوع من الهامش المناورة. أولا أنه لا يعلم، لا يتحمل مسؤولية هذا الحدث، الكل يتعامل مع هذا الموضوع أن إسرائيل هي التي تقف وراء هذه العملية، ولكن عدم تبني العملية بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية الاستهداف. هل ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز دقيق؟ بالأمس كنا نتعامل مع المشهد على أنه صاروخ موجه، وإذا كان هذا الصاروخ موجه هل أطلق من داخل طهران أو من مكان ما؟ وبعد ذلك ذهبت التكهنات إلى مسارات بعيدة جدا لتتحدث عن دولة أخرى، وهنالك حتى من وصل إلى مياه الخليج. بمعنى هذه الفوضى في التفاصيل من جهة، وعدم وجود جهة واضحة تتحمل المسؤولية، تترك أيضا مساحة للمناورة بما في ذلك للولايات المتحدة. أنا على قناعة أن هنالك اتصالات على أعلى مستوى لكي يستخدم هذا الحدث في إطار محاولة كسب بعض النقاط السياسية من الطرفين، في محاولة لنزع فتيل يعني حرب إقليمية. نعم سيكون رد والكل يتوقع ذلك، ولكن هنالك فرق كبير بين رد من خلال استهداف منشآت حيوية استراتيجية تلزم بعد ذلك إسرائيل بآلية رد أوسع بما يعرف بإفكت الدومينو الآن في فعل ورد الفعل، لعندها يمكن فقدان السيطرة كاملا على المنطقة، وهذا يفسر أيضا تواجد البوارج الحربية الأمريكية التي أقول أبحرت بسرعة إلى الشرق الأوسط، وأعتقد وصولها إلى مياه البحر المتوسط في توقيت سريع. أعتقد أن موضوع الاغتيال والتنسيق لهذا الأمر لم يكن وليد الساعة أو باتصال هاتفي عبر الخط الساخن أو الهاتف الأحمر كما يسمى، وإنما خلال تواجد نتنياهو في واشنطن بعيدا عن التصفيق الذي كان في الكونغرس. السؤال، هذا الاغتيال إذا كان في الضاحية الجنوبية لبيروت وإذا كان في طهران، هو واضح أنه أولا يغذي الرأي العام الإسرائيلي بالنسبة لنتنياهو، هذا كسب نقاط كبيرة على المستوى الشعبي، حتى وضع موضوع الرهائن على جنب نسبيا حتى على المستوى الإعلامي، من يتابع الصحف الإسرائيلية موضوع الرهائن تقريبا غاب، كل الصور تأتي بعملية الاغتيال وبتداعياتها. كما ذكرت في مداخلتي الأولى الأمر المتعلق بميزان الردع وإيصال رسائل واضحة للمستوى السياسي والمستوى العسكري أيضا لطهران ولبيروت، ومحاولة الضغط أن عملية الاستهداف ستستمر طالما لم يتم التوصل إلى نوع من الاتفاق بشروط نتنياهو كما يتوخى هو طبعا للتقدم في مسار الصفقة، وإن كان هذا الأمر يبدو بعيد في هذه المرحلة. بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة،
لا ننسى أيضا أن أي موقف أمريكي الآن يحسب بالأساس في البعد الداخلي الأمريكي والانتخابات القريبة، خاصة مع دخول كاميلا هاريس الآن إلى سباق الرئاسة وإبعاد بايدن عن المشهد والتنافس الآن على أشده بين الطرفين. كل موضوع يتعلق بسياسة الولايات المتحدة يجب أن ينظر إليه داخليا حتى إسرائيليا. كل ما نقرأ الآن، كل ما نشاهده، الاعتبار الأساسي طبعا هو اعتبار سياسي داخلي. أننا نفهم في اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن وقف الحرب بأي شرط من الشروط، هذا معناه أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات خلال فترة وجيزة، ونتنياهو تحديدا يريد أن يصل إلى هذا الواقع بأفضل حال ممكن من ناحية سياسية. واضح أن سياسة الاغتيالات تخدمه بدون شك داخل المجتمع والرأي العام الإسرائيلي. طيب سيد معين الطاهر، هل التصريحات التي استمعنا إليها منذ حادثتي الاغتيال سواء الإيرانية أو حتى من حزب الله وخطاب حسن نصر الله تعكس ما تراه إسرائيل بأن حدود الرد الذي سيحدث هو مقيد، هي مطمئنة، لذلك هي تتمادى في استفزازاتها؟ لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة ما هي حدود الرد الإسرائيلي. ربما قبل اغتيال السيد إسماعيل هنية ربما كان ممكن الحديث عن حدود رد مقيدة من حزب الله ومن ثم رد مقيد آخر من إسرائيل، وهكذا تخف الوتيرة تدريجيا. ولكن ما حدث باغتيال الشهيد إسماعيل هنية أظن أنه قد غير المعادلة كثيرا، إذ أنه قد مس السيادة والكرامة الإيرانية في الصميم، ولا يمكن لإسرائيل أن تدعي أنها ليست مسؤولة عن هذا الاغتيال على الإطلاق. هذا قد عقد كثيرا من الموقف وجعل احتمالات التصعيد أكبر بكثير. رد السيد الخامنئي قال بوضوح بأن على إيران أن ترد وأن على محور المقاومة أن يرد. لذلك أنا أظن أن هذا الرد سيأتي رد إيراني، وسيأتي أيضا رد من حزب الله وربما من أذرع إيران الأخرى في اليمن وفي العراق. ولكن وفي المناطق هو السؤال ليس عن الرد، هو عن طبيعة وقواعد هذا الرد. نعم، طبيعة وقواعد هذا الرد حتى الآن لا يمكن لأحد أن يقدرها، ولكنني أظن أنه سيكون رد أقسى من الردود السابقة، سيكون رد حيوي، رد كبير لن يخضع لقواعد اشتباك. ولذلك هنالك خطورة شديدة من أن هذا الرد سيتتبع بالمقابل رد إسرائيلي، ثم سيتتبع رد مضاد، وبذلك كرة الثلج تكبر. أيضا علينا هنا أن ندرك تماما ما هي نوايا بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يحاول وبوضوح شديد أن يورط الإدارة الأمريكية في مواجهة مع إيران. هذا هو مخطط بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو والجيش متفقان بالمناسبة على حرب في الشمال، لذلك هذا التصعيد حتى وإن كنا سنشاهده بشكل تدريجي، ولكنه قد يقود في النهاية على الأقل إلى حرب كبيرة في الشمال، إن لم يكن إلى مواجهة يورط بها نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. منذ الأسبوع الأول لحرب الإبادة الجماعية في غزة كان رأي جالانت وهليفي أن على الجيش الإسرائيلي أن يتحرك على جبهتين في آن واحد، ولكن كان هنالك ضغوط أمريكية وفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق حسم سريع في الأسابيع الثلاثة الأولى كما كان متوقع في قطاع غزة، لذلك تم تأجيل الحرب على الجبهة الشمالية. أظن الآن أن الظرف أصبح مناسبا ومواتيا لمثل ذلك، وأن هذه الردود قد تؤدي إلى مثل هذه الحرب ومثل هذه المواجهة الكبيرة. نحن بوضوح شديد أمام مفترق طرق كبير في هذه الحرب. نتنياهو يهدد بأن هذه الحرب ستطول وستستمر لفترة طويلة، وهو يستفيد من ذلك. المجتمع الإسرائيلي ما زال موحدا حول الحرب وبما في ذلك الحرب في الشمال، وتطرف نتنياهو يزيد من شعبيته ولا يقلل من هذه الشعبية. في استطلاعات أمس وفي استطلاعات اليوم نتنياهو تفوق بكثير عن المعارضة فيما إذا أجريت الانتخابات هذا اليوم، وأثر خطابه في الكونغرس الأمريكي تفوق أيضا على المعارضة في الاستطلاعات. إذا نتنياهو يدرك تماما أن هذا التطرف يقويه، وقد يؤدي بالمناسبة الاغتيالات وما يحدث وهذا التطرف يحاول به نتنياهو أن يصور صورة انتصار قد تؤدي إلى تحقيق صفقة تبادل
بحيث يظهر بها نتنياهو بأنه أنجزها تحت الضغط العسكري كما كان يزعم وهو ما دائما، أكده يعني ما... وبذلك يخف الضغط الوحيد الموجود عليه في داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو ضغط ذوي الأسرى الموجودين لدى وهو المقاومة. ما يعني تم تداوله اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن جالانت يريد استغلال الاغتيالات التي جرت لتقوية مكاسب في الصفقة، ولكن نتنياهو يصر على الضغط العسكري. أعود لك سيد دوغباندو بمناسبة حديث سيد معين الطاهر عن فكرة محاولة نتنياهو توريط الولايات المتحدة وجرها إلى حرب. هل يبدو لك فعلا بأن الولايات المتحدة كمن يسير على الحافة؟ في أي لحظة قد تشتعل الأمور؟ هي متناقضة، هي تدعي شيء وتصرح شيء ولكنها تفعل شيء آخر، ودائما الحسابات في الحروب ومحاولة ضبط قواعد الاشتباكات ليست 100%. التحدي الذي يمثل أمامنا هو التالي: الولايات المتحدة الأمريكية ولسنوات وفرت شكا على بياض لإسرائيل لكي تقوم بما يحلو لها في الشرق الأوسط، وفي ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الضغوطات المحلية السياسية أشارت إلى أنها سوف تدافع عن إسرائيل إذا ما وجدت إسرائيل نفسها تحارب طرفا آخر. أمريكا وعدت بدعم إسرائيل والدفاع عنها، وبالتالي فإن إسرائيل ليس لديها حافز لتجنب الحرب، وهذا هو الواقع اليوم. نتنياهو ربما سيحبذ وجود الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع إيران، وقد أمضى سنوات وسنوات لكي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لتعلق في مثل هذا النزاع من خلال مواجهة كبرى، وكان هنالك فرصة للقيام بذلك ولكن ذلك لم يحصل. الوضع الآن هو التالي: ما تقوله الإدارة الأمريكية يشد على يد إسرائيل دائما وأبدا، ولكن في ذات الوقت تقول أمريكا أنها لا تريد للأمور أن تفلت من عقالها وأن تتوسع رقعة الحرب إلى لبنان، ولا تريد لإيران أن ينتهي بها المطاف في حرب مع إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تستدرج بسبب الدوافع التي استحدثتها والتي شجعت نتنياهو ليكون أكثر عدوانية ولكي يجازف بالحرب، لأنه يتوخى أن يستدرج أمريكا بالفعل. سيد جاكي خوري، يعني بقي معي دقيقتان، سأحاول أن أسألك وأسأل السيد معين، هل سيؤسس اغتيال هنية في طهران في دولة إقليمية؟ هل سيؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها إعادة تقييم فلسطينية؟ يعني أعتقد من الصعب أن نأتي بإجابة واضحة، لأن الأمور المرتبطة بالأساس الآن بالميدان وبآلية الرد وكيف سيأتي رد الفعل، إذا كان سيأتي رد إيراني مباشر أم من خلال حلفاء إيران مثلا كما حصل من قبل الحوثيين أو من قبل فصائل المقاومة في العراق أو من قبل حزب الله الذي أيضا لديه حساب مفتوح في أعقاب اغتيال أحد قادته البارزين. فبالتالي الميدان هنا أعتقد هو الذي سيحسم الأمر، بالإضافة إلى متغير أساسي جدا. أنا استمعت إلى ضيفك الكريم، الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون يعني ضلع أو طرف عادي في هذه المعادلة. الولايات المتحدة هي الحليف الأول والأساسي والراعي الأساسي لإسرائيل، هي التي يمكن أن تحدد سياسات كثيرة ولديها ما يكفي من آليات الضغط لكي تمنع هذا إذا أرادت ذلك، وإذا كانت فعلا كان هنالك إرادة دولية من خلال اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع إيران في محاولة للتوصل إلى صيغة قد تعطي إيران بعض المكاسب السياسية عشية الانتخابات الأمريكية، خاصة إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى نوع من الهدوء وأن تذهب الولايات المتحدة إلى سريعا وبإجازة. سيد معين، أعتذر سيد جاكي، الأولوية الأولى الآن في ظل كل المعطيات للفلسطينيين، الأولوية الأولى في كل المعطيات الفلسطينية هي وحدة الموقف الفلسطيني. يجب تماما أن يكون هنالك موقف فلسطيني موحد، هذه أولوية لا بديل عنها في الحقيقة. وحدة الموقف الفلسطيني هي الكفيلة بمواجهة اليوم التالي لما بعد الحرب،
هي الكفيلة بمواجهة المخططات الإسرائيلية الأمريكية وبعض أطراف النظام العربي نعم في محاولة لترتيب الأمور في قطاع غزة لفصل غزة عن الضفة. تمام طوفان الأقصى خلق لنا فرص نعم ولكنه أيضا أوجد مخاطر كبرى. القضية الفلسطينية نستطيع أن نقول بإيجاز أنها على مفترق طرق، وما يحدد الاتجاه العام بها هو وحدة الموقف الفلسطيني. شكرا لك وصلنا معين الطاهر، للقرار. شكرا معين الطاهر بحث المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من عمان. كما أشكر جاكي خوري الخبير بالشأن الإسرائيلي من حيفا، ودوك باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي من واشنطن. التلفزيون العربي.